عجبا لكم أيها المصريون. فاكرين الجملة دي؟ كان قالها عباس أبو الحسن في فيلم مافيا بتاع أحمد السقا، عجبا أو عجبت لكم أيها المصريون. والحقيقة عجب المصريين يزيد كل يوم عن طريق الافتكاسات والابتكارات. بس للأسف لو كانت في الإبداع والاختراعات والتقدم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي كنا بقينا في حتة تانية، كنا بقينا في كوكب تاني، كنا بقينا في مصف الدول المتقدمة من العالم. لكن للأسف البعض بيفنن ويبتكر ويستخدم الفهلاوة في التحايل والتزويغ بدلا من الإبداع والابتكار والبحث العلمي. والمثل على ده الواقعة اللي تم ضبطها النهاردة في مركز الصنطة محافظة الغربية. وحدة صحية من الوحدات الصحية. انتوا عارفين ان الحكومة دلوقتي او الجهاز الاداري يعني بيبقى فيه عشان اثبات الحضور والانصراف للوردية بتاعتك او للشيفت بتاعك يعني او للوردية الوردية بيبقى فيه جهاز اسمه جهاز البصمة. كان زمان دفتر الحضور والانصراف اللي هو انت بتمضي فيه حضور وانصراف. فلما اكتشفوا زمان ان الناس بتمضي لبعضها قال لك لا مش هينفع الكلام ده، احنا نعمل حاجة بقى ما ينفعش يهزروا فيها، هنجيب جهاز ببصمة الايد. بصمة الايد دي هتتكرر؟ هينفع تهزر؟ تتكرر وينفع نهزر وينفع نزوغ وينفع نعمل كل حاجة. اكتشفوا بقى عملوا ايه؟ اكتشفوا ان في مجموعة من الموظفين استخدموا مادة السيليكون. عارفين مادة السيليكون المطاطية دي اللي انت عاملة زي شبه شوية كده مع الفارق يعني شوية زي الصلصال تعرف تشكلها زي ما انت عاوز. جابوا مادة السيليكون وعملوا بيها نسخة من بصمات اصابعهم. 11 واحد اعتقد. 11 واحد اتفقوا وراحوا معرفش بقى دي ورشة ولا حدادة ولا خراطة ولا ايه مش عارف. وعملوا من مادة السيليكون حتة صغيرة كده زي اللي كان بيطلع في الافلام زمان اللي بيستخدمها الجواسيس وبتوع المخابرات وبتاع عشان يفتح حاجة وبتاع فتلاقيه شال الجلدة اللي على البتاع كده اللي هي مركب فيها بصمة صباع واحد تاني. دول بقى عاملين بصمات صباحهم مش حقيقة، هم عندهم العيب هم ما زوروش بصمة صباح حد، هم عاملين بصمات صباحهم هم بس عاملينها بورتابل بقى عاملينها ايه محمولة. واحد بس يشيل بصمات الصباع يروح يحطها على المكنة للحداشر كأن الحداشر حضروا وانصرفوا. يوم وراهم حبيبي مجالي نوم المركز قاعد يفكر ويشوفه بتاع لحد ما اكتشفوا النهاردة الواقعة دي وان هم ضربين الحكاية دي. و اسمه ايه دكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية قرر احالة 11 من العاملين الى النيابة الادارية. هنا في قصتين خلاص يعني خلاص الموضوع طبعا كافيه خلاص خلصنا وضحكنا لما سمعنا القصة وهم هياخدوا جزائهم طبعا العقابي خلاص الواقعة خلص. هنا في لقطتين في الواقعة دي لازم نفكر فيهم بصوت عالي بعيدا عن الناس دي تحديدا، احنا بنتكلم بقى بصفه عامه. واحد، فكره ان الناس كتير بتبقى عايزه تشتغل في الحكومه وعايزه تشتغل في الجهاز الاداري مش رغبه في العمل في الحكومه ولا في الجهاز الاداري، هو رغبه بس ان انا يبقى ليا وظيفه ثابته فيها دخل ثابت حتى لو قليل وضامن معاش لما اطلع معاش. لكن هعمل ايه هشتغل ايه وبتاع اخر همي اخر همي. والحكايه دي انا قلت لكم هي صحيح شكلها جديد من حيث التكنولوجيا والبصمه لكن قلت لكم موجوده من زمان من ايام مدام عفاف ومدام فايزه اللي كانوا بيمضوا لبعض في دفتر حضور وانصراف. انا هروح النهارده يا مدام عفاف وريح انت وحمضي لك حضور وانصراف وانا بكره هريح وانت روحي وامضي لي، يبقى كده كاننا رحنا كل يوم. ويا اما بقى تروح تشوف الطبيخ في البيت، يا اما لو راجل يروح يدور على اكل عيشه بره ويعمله سبوبه وبتاع وهي الحسابه بتحسب والمرتب شغال. فالحقيقه انها قصه قديمه جديده ومؤسفه. مؤسفه ليها علاقه انه ايه؟ ان انا اضمن لي حكومه وظيفه ميري زي الاغنيه بتاعت زمان، اضمن الوظيفه الميري واضمن المعاش واضمن الحاجات وبعدين اشوف بقى اكل العيش اللي بجد بره. اتنين، ودي خلينا نفكر بقى الواقعة اللي حصلت النهاردة وغيرها يخلينا نفكر في الفلسفة اللي بيدار بيها الجهاز الحكومي او الجهاز الاداري للدولة.
اللي هو فيه مش عارف حوالي 5 مليون ولا 6 مليون موظف، حاجة كده ضخمة جدا جدا جدا. يعني من زمان جدا وكان معيار التقييم وما زال هو الحضور والانصراف، هو انت جيت ولا ما جيتش، حضرت ولا ما حضرتش، قعدت الشيفت بتاعك ولا الوردية بتاعتك ولا الدوام بتاعك كله ولا لا، هو ده معيار ان انت موظف كويس عندي ولا لا. والحقيقة انا قلت الكلام ده والله قلته وانا كنت لسه مذيع صغير كده بشورت في البيت بيتك من 2004، يعني من 20 سنة، وكنت بقول هذا الكلام. يا جماعة هذا كلام عفى عليه الزمن، خلاص اصبح من الماضي، مفيش حاجة اسمها اقيم الموظف اللي عندي بحضوره وانصرافه. يا فرحتي جه بس ما اشتغلش، يا فرحتي حضر بس ما انتجش، يبقى انا استفدت ايه؟ استفدت طليته البهية، استفدت بس ان هو خد مكان وشرب اي وشهوة ومش عارف ايه وطلع على الاسانسير ونزل بس. كل دول العالم الغربي فطنت لهذه الفكرة من زمان، من سنين، من 20 30 40 سنة، وربطوا تقييم الموظف او تقييم الانسان بالانتاج مش بالحضور، وربطوا الاجر بالانتاج. يعني ايه الاجر؟ الاجر اللي انت بتاخده مش عشان انت جيت لي كم مرة او وريتني طلتك البهية كم مرة او جيت في مواعيدك ولا لا، اشتغلت قد ايه، انجزت قد ايه، خلصت المهام المكلفة عليك بقى بشكل عامل ازاي، ان شاء الله تعملها على القهوة، ان شاء الله تخلص شغلك وانت قاعد في بيتكو، ان شاء الله مش قضيتي، المهم اخد شغل مش اخد حضور، اخد شغل مش اخد حضور. فهي الفكرة في كده، الفكرة في كده، ان احنا لازم نغير القصة دي. الافلام زمان كل الوقت كان لو تفتكروا في الثمانينات كانت تتريق يقول لك انت اتاخرت 10 دقايق مخصوم لك كذا، كل الافلام تقريبا كان فيها المشهد ده، المدير السخيف اللي التاني بسبب المواصلات والزحمه وبتاع، انت اتاخرت 10 دقايق مخصوم لك كذا، انت رابع يوم تتاخر مخصوم لك نص شهر مش عارف كذا، مخصوم له نص شهر ومخصوم له 10 ايام عشان اتاخر 5 دقايق و10 دقايق. طب انت بقيت الثمان ساعات بقى عمل فيهم ايه؟ ولا حاجه، بس يتخصم له عشان اتاخر. فارجو ان احنا نعيد التفكير في فكره ان الموظف اللي عندي ده انا باخد منه ايه، مش بيوريني وشه كم مره. ارجو ان الواقعه دي تفوقنا لما يجب ان يتغير في فلسفه اداره الجهاز الحكومي والاداري للدوله.